نفس الإنسان هذه مشكلة، والله مشكلة. وكم حرمت نفس الإنسان، كم حرمته من خير، وكم أعاقته عن فضيلة، وكم ورطته في مخازي وآثام وذنوب ومعاصي. نفس الإنسان هذه تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، وإلا فإنها تتفلت وتميل إلى الآثام والحرام، فتحتاج هذه النفس إلى معالجة دائمة. ولهذا قال فأعني على نفسك، أعني على نفسك بكثرة السجود، بمعنى أن تجاهد نفسك على طاعة الله وتأطرها على الحق أطرا. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. النفس تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة، تحتاج إلى محاسبة، تحتاج أن يزمها صاحبها دائما بزمام الحق والشرع والهدى، وإلا تنفلت تنفلت. نسأل الله العافية. إذا انفلتت النفس أهلكت صاحبها وورطته في مخازي ورذائل وقبائح وشنائع وأعمال فظيعة جدا. إلا من وفقه الله عز وجل وجاهد نفسه مستعينا بربه جل في علاه. ولهذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كنت تريد الفضيلة والرفعة والدرجات العلى جاهد نفسك على طاعة الله. ومن أعظم ما هو مطلوب منك أن تجاهد نفسك عليه الصلاة فرضها ونفلها. الصلاة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى معالجة مستمرة منك لنفسك حتى تكون من المصلين، حتى تنشرح النفس والصدر للصلاة وتكون محبة لها. أول ما يكون الأمر تكون الصلاة ثقيلة، لكن إذا عالج وجاهد واستعان بالله سبحانه وتعالى تحولت إلى ماذا؟ إلى قرة للعين وبهجة للنفس وراحة للصدر